اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم انتم الحين مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي مطبخ العراقي. ومشاهدينا الكرام، اليوم عندنا ضيف مميز اللي راح يجهز لنا مجموعه من الاطباق، وايضا اطباق راح تكون شويه مختلفه عن الايام اللي مضت. يعني راح نشتغل اليوم طبقين مميزين، وايضا راح نعد احنا طبق الكبه الموصليه اللي طال انتظارها وصلونا كثير عليها. اليوم راح نشتغلها من الالف الياء، اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وخلونا نرحب بضيفنا شيف ايفال. ايفال اهلا بك شيف. مرحبا حبيبي، شلونك؟ شلون صحتك؟ قلبي. اليوم شو راح نسوي ايفال؟ اليوم راح نشتغل اللغم. نعم. راح نشتغل فطيره. لغم لحم؟ لغم لحم فطار دجاج. يا الله. بس بطريقتنا الخاصه. يا الله. يا الله. تمام. طريقتنا القديمه لو جديده؟ لا الحديثه. على فكره ايفال صديق قديم جدا، يعني من اكثر من 15 سنه اعرف ايفال، بدايه عمله في مجال المطابخ وفي احد المطاعم في بغداد. هسه اليوم راح نشتغل بالطريقه القديمه لو اكو شيء. بالطريقه الحديثه. الطريقه الحديثه، يلا. زين، احنا ايضا مشاهدين كرام ارحب بكم بالترحيب واقول لكم انه طبقنا هذا اليوم كبه موصل، وايضا راح نعد اليوم سلطه الكوسه، سلطه الشجر. راح نعدها من الالف الى الياء، وطريقه سهله وبسيطه بحيث انه راح تكون طبق اساسي اذا اعتمدتوه يكون على مائدتكم وبشكل مستمر. بدايه انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. أبدي أخذ اللحم أيضا الخاص بالحشوة، والعجينة أيضا أنا جهزته مسبقا، دول كلهم وصاروا عندي جاهزين. أنا راح أبدي أضيف الماء، بسم الله الرحمن الرحيم. أبدي أضيف الماء الآن في داخل القدر وانتظر الماء يبدي عندي غليان. ضروري عندي الماء يبدي يغلي بشكل كامل، يبدي عندي الماء يغلي ضروري حتى أبدي بعدها أنا أجهز باقي التفاصيل. الطريقة هذه مثل ما تشاهدون هاي الحشوة عندي. بسم الله. وراح نبدي الخطوات الأولى لإعداد أطباقنا. إيفال أنت اشتغل على كيفك بعد، ابدي تمام شنق ورتب حتى كل شيء يكون عندك جاهز. أنا إيش راح أسوي هنا؟ راح أبدي أقطع شجر حتى أدخل الفرن، ضروري عندي شجر يدخل الفرن. بسم الله. بسم الله. عندي بس آخذ بسم الله. اخذ صينية فرن حتى ابدي اشتغل اني الشجر عندي ضروري هنا قطع بشكل سريع وبشكل ايضا مقبول بشكل سريع و ايضا باحجام مقبوله. بسم الله. الطريقة التقطيعة هذه اللي راح نشتغل عليها واللي هي راح تكون بهالشكل هذا. بسيط. هنحاول نخليها تكون خفيفة جدا، لا تكون السوق مالتها معتدل حتى نوزع بداخل الشجر. طريقة
الطريقة. احنا تقريبا اللي عندنا السلطة الخاصة بالشجر يعني موضوعها بسيط جدا، مجرد ما تدخل عندنا الفرن، وما تدخل كثير يعني تدخل تقريبا 7 دقائق 8 دقائق فقط، الشجر يبدي يذبل عندي، ما اريد اكثر من يكون ذابل، ويبدي ياخذ لون عندي بسيط، يذبل وياخذ لون بسيط فقط حتى يعطيني فجمالية او يعطي نكهة مميزة اثناء المزج مع باقي المواد. بسم الله ابدي نجيب الشكل. ايفال عليك تشتغل هنا حتى الكاميرا تاخذك. تمام. متى بده يطلع شغلك بالكاميرا؟ انت دباو عن ما شاء الله يعني بديت ترتب الامور بشكل سريع. اريد بهدوء حتى نسولف شوي، نسولف عجينه شلون سويناها، التفاصيل شلون سويناها. طبعا شيخ. اوكي؟ تمام. الشكل. انا راح ابلش بالفطيره، فطار الدجاج. نعم. تمام. نبدي بهالشكل ايضا. ثواني فقط اخلص هذين البيدة حتى نقعد نتفرغ نشوف الشيف ايش سوانا. الشيف ايفال رجعنا اليوم زمان لو اكو شيء جديد مختلف نحو الاحسن. طبعا انا اعرف ايفال الشيف مبدع جدا. ايفال ايفال ايش تسوي؟ انا بلشت فتحت العجين. نعم. حطيت الصوص. نعم. بلشت راح اصفط طبقات فطار. صفط طبقات فطار داخلها راح يكون طبقه جبن طبقه شاورما. زين يعني سهل فطيره. اي اي نعم. هاي طبقه شاورما راح اشتغلها هلاليه. هلاليه راح اشتغلها هلاليه. نعم. تكون مبرومه وهلاليه. اشتغلوا القطع هسه حتى نرجع نسولف وياك عليها. تمام. تعرف هاي التفاصيل شويه تشدنا وتشد المشاهد ايضا. طبعا. احنا بدينا مثل ما تشاهدون نكمل تقطيع لموضوع الشجر اللي هو عندي سلطة. طبعا سمعت احد الاخوان يقول الله شجر، مو الكل يحب الشجر بس بالزلاطة لا محبوب، بالزلاطة محبوب بالشكل هذا البسيط. الطريقة وبالشكل البسيط. ارقامنا ايضا ظاهرة الان اسفل الشاشة، ممكن تواصلون معنا عليها مشاهدين كرام بشكل مباشر، ممكن تتواصلون بشكل مباشر. بالشكل عندي تحريك اخر حتى نكمل تقطيع الكوسه حتى نبدي ننطي تفاصيل شغلنا اللي راح نشتغله بشكل سريع. عندي هنا هسه شجر مثل ما تشاهدون صار عندي بداخل الصينيه بهالشكل هذا. يا ريت استاذ باقر الصينيه ماكو على الشاشه مشاهدين الكرام، راح ابدي اضيف لها الان زيت الزيتون حتى نبدي بعدها ندخلها وين؟ ندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. زيت زيتون. الشكل.
شيء بسيط، شيء بسيط مو كثير يعني، حتى ما يكون أكثر من لازم. الطريقة راح أبدي أضع الشجر الآن في قلب الفرن، انتظر يبدي ياخذ عملية تحمير. عندي غليان سريع المي هنا، وعندي أيضا حشوة. إيفان جيبها هنا حتى الكاميرا تاخذها حبيبي. هاي الفطيرة الأولى؟ أي. هسه خلينا نسولف على الفطيرة أنا وياك. احكي لي. أي شيف. إيش سوينا هسه؟ أنا اشتغلت فطائر بس نعم. تكون مبرومة. نعم. طريقة مختلفة عن التقليد. نعم. هلالية يعني. هلالية. نعم. تكون بها اجتهادات مني، بها اضافات مني. نسولف العجينه مالتها شويه؟ تمام. خلينا نسولف العجينه، شنو عجينه الفطار كانت؟ عجينه تكون يعني تكون هيك فشي بسيط خامه. نعم. مو اضافه مواد، اضافه كذا. يعني قصدي مثلا اذا حطينا كيلو طحين. اي نعم. ننطي مثلا ملعقتين طعام زبده. ملعقتين طعام زبده. ملعقتين طعام سكر، ملعقه طعام ملح، ملعقه طعام خميره. بالضبط. ها؟ وايضا تنعجن بحليب، يعني كوبين او نص من الحليب او كوب كوبين حليب سائل، سائل او حليب سائل او باودر، نطي ملعقتين طعام ونطي ماء. نعم. بنفس الوقت مشاهدين كرام للمعلومه انه نضيف بيضه واحده مع العجينه تعطينا هذا الشكل السوفت الكريمي للعجينه. تمام. ضفت بيضه تبيها مو؟ اي ضفت صفار البيض. نعم. بس الدهن الخارجي مالتها. نعم. الفرشة طلعتها عندك موجوده الفرشه؟ اي موجوده. راح تحط حبه سوداء؟ حبة سوداء اللي هي فقط وجه. داريها شوي بالحبة السوداء. فقط وجه تكون. داريها شوي بالحبة السوداء أخوي. وإضافة السمسم. السمسم ويا الحبة السوداء راح يعطي شكل مميز كلش. نعم. هاي الأولى صارت عندنا. تسوي بعد واحدة ثانية حتى ندخلها مرة واحدة الفرن؟ أنا راح أسوي اللغم. أي. أسوي فطيرة ثانية. نعرض فطيرة ثانية تخليها هنا يلا ندخل الفرن. سهل. أوكي؟ سهل. يلا حبيبي يلا. أم ياسر نورتينا. ألو. انقطع الاتصال مع أم ياسر. إن شاء الله تعاود الاتصال بينا حتى نرجع نتحدث معاها بشكل سريع. احنا مشاهدين كرام مثل ما تشاهدون يعني تجهيزات كوبتنا جهزناها كلها ورتبنا كل تفاصيلها. اللي احتاجه انا هسه عندي المقادير راح تكون جاهزه امامي على الشاشه. انطيني مقادير كوبه الموصل. تظهر امامنا على الشاشه. شغله نبدي برغل 1 كيلوغرام، ايضا لحم شرح احمر ربع كيلوغرام، ايضا عندنا كمون رشه، ملح رشه، بيكنج باودر 1 ملعقه شاي، الحشوه لحم غنم نص كيلو، لحم الحشوه لحم غنم نصف كيلو، لحم عجل نصف كيلو، مكسرات مختلفه 1 كوب، وكشمش 1 كوب. ايه. مثل ما تشاهدون مشاهدين الكرام احنا تحدثنا عن تفاصيل كامله عن طبقنا هذا اليوم. منو عندنا اتصال؟ منو عندنا اتصال شيء استاذ؟ الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. بلا زحمه دسه على عجينه اللحم عجين. اي تومر هسه نجاوبك. رحم الله والديك. تومر حبيبي لحم عجين يا تريد لحم عجين قصدك اللي نشتغله الموصلي ولا اللحم عجين ثاني؟ لا لا الموصلي هاي الكبيره خفيفه. صار تومر هسه اعطيك مقاديره واعطيك طريقه تعملها. اشكرك رحم الله. صار عيني صار. مشاهدين الكرام مثل ما تشاهدون
انا عندي الماء يغلي و مقادير عندنا موجوده. هاي شنو هو شيف؟ هاي الفطائر الثانيه. فطائر ثانيه يلا اشتغل عليها. اشتغل براحتك هسه. انت سويت الفطيره الاولى حطيتها بالصينيه. اي وخليها الصينيه هنا خلي تصير قدام المشاهد خلي يشوفها. كمل الثانيه هنا. انت دارين شويه بالفطاير انا حمد ذني. ها؟ لعيوني. دارين شويه بالفطاير؟ مثل ما تشاهدون على كيفك بس على كيفك لفها حتى تصير واضحه للمشاهد الكريم. سولف لي شيف احكي لي. هاي بيها زيت كامل بيها. بيها كامل. هسه نعطيك زيت ثاني اضافي. نعطيك شوية زيت هنا. شوية. يلا اشتغل. عندي اتصال، عندي اتصال. الو السلام عليكم. ابو حسن. الو. السلام عليكم شلونك؟ مرحبا عين ابو حسن شلونك؟ الله يحفظك ويخليك. شلون عافيتك حبيبي؟ والله الحمد لله. الله يوفقك، شلون امورك؟ والله الحمد لله ماشي. الله يجعلك بالخير، تفضل امرني. والله حبيت استفسر عن الصلصه مع البيتزا يعني تأمر بالبيت بسيطه وسهله. تأمر تأمر هسه تفاصيلها كلها تكون يمك ان شاء الله. احنا احد متابعيكم خدمتك. انت وش في بال؟ بخدمتك انا تأمر تأمر انت على هذا البرنامج. انت والعائله الكريمه تأمر هسه نجاوبك عليها تدلل حبيبي تأمر 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 حبيبي. شيف ايفال احكي لي سوينا هسه؟ بس انا مجرد ما حطيت نعم الصوص والشاورما نعم والجبن نعم لفيتها زين. اهم شيء تكون تشيف من فوق على مود يكون الاستواء بالفرن يسهل. نعم الصوص يكون على الوجه. يكون على الوجه نعم. عاشت ايدك. يكون الجبن وجه. انت خليت جوا جبن اكو داخلها اكو جبن. هي الفطيره ترى شبيهه بالصاج الايطالي بالضبط. اي احنا حدثناها شبيهه الصاج الايطالي. عاشت ايدك يلا اشتغل. اليوم راح اسوي لك مشكله ما هو ايش رايح لها اليوم؟ تقدر؟ احلها. يلا يكون الوجه حبه سوداء. عاشت ايدك. ويكون سمسم. سمسم نعم. سوينا بعد فطيره واحده اريدها طولانيه تصير بالنص حتى سوينا ثلاث فطاير. انت ما تعرف المخرج ده يقول لك المخرج راح تفطرونا قبل الفطور نسوي له واحده بعد. صار سوي بعد واحده طولانيه. يلا يا ابي يتشكرك المخرج يتشكرك. عندي هنا المي يغلي هذا خاص بكبه الموصل يعني اللي شاهدني طبعاً يعني حطيت مي بالبداية أني هذا المي خاص بكبة الموصل. الشجر عندي هنا بدأ يأخذ تحميرة تركي يعني 10 دقائق ربع ساعة حتى يبدي يجهز. راح أبدي أقطع باقي تفاصيل الشجر. بسم الله. بسم الله أخذ تفاصيل الشجر الباقية أبدي أقطع البصل. طبعا البصل اي تقطيعه ابدا قطعه يتقطع ما عندي مشكله. هالطريقة ايضا بهالشكل.
نرجعها مرة ثانية نقطعها بهالطريقة. نبدي نضيف هذا البصل هنا. أنا ما عندي شيء بالبصل هذا، كل شيء ما عندي به، يعني ما عندي به مشكلة، ما عندي به أي موضوع. كل اللي راح أسويه راح أبدي أضيف له شوية سماق. ليش نضيف السماق البصل؟ حتى نسيطر على رائحة البصل اللي قد تكون ما مرغوبة. نسيطر على هذه الرائحة اللي قد تكون ما مرغوبة. هالطريقة. هالشكل. و اترك البصل. طبعا الطماطم عندي هنا كرزية، احاول انه اقطعها وقطع طماطم عادية ان شاء الله. يعني وعندي قطعة من الخيار كلها راح اقطعها فيما بعد. هسه عندي غليان بدي يصير هنا. بسم الله، عندي غليان هنا للماء. انتظر دقائق حتى بعدها اكمل اضافة المواد الاخرى. خلي بس ايفال. ها. اوكي. هاي الثالثة صارت جاهزة. يلا خليها بالنص. ابدي اسوي بها فتحات. هاي الفتحات هي يلا. اللي اهم شيء. يلا. ساعدها على الاستواء. يلا. فتحات. ابدي اقطع خيار ايضا. ايضا ابدي اخذ حبة فلفل احمر بهالطريقة. ايضا عندي فلفل احمر بارد. الشكل. هاي الفطار صارت جاهزة عندنا. عاشت ايدك. راح ابلش باللغز. دخل الفطار هسه الفرن. العفو اسمح لي اسمح لي. خلي بس ثواني اسحب هذا الشجر طلع برا. تمام. طبعا راحت شجر من المكان. شجر مشوي. عندي هنا خلي هنا. اوكي يلا عاش ايدك. طيب ابدي دخله الفرن حتى يكون جاهز. انا عندي فلفل الوان هنا ايضا. هالشكل. شوف ايش راح تسوي؟ راح ابلش باللغم. بلش باللغم. عايش ايدك. انا سبيش راح ابلش؟ راح ابلش بالكبه من الموصل. انت تبدي تسوي لي لغم، راح تسوي لغم واحد هنا، اوكي؟ ها؟ وراح اخلص من الصينيه ذيك هم اعطيك اسوي بها لغم ثاني. صح. ممكن مو بكيفك. صح. يلا. يلا. المشاهدين الكرام انا يعني مثل ما تشاهدون اضفت تفاصيل كثيره في الطبق. وعندي البصل. عندي الفلفل الاحمر البارد. عندي حبة خيار صغيرة. وعندي هنا عندي هنا مثل ما تشاهدون دي بهالطريقة.
بسم الله. صار عندي هسه كل تفاصيل السلطة صارت عندي جاهزة. أنا أحاول شو أسوي هسه؟ أبدي أشتغل على التفاصيل الثانية. بسم الله. بسم الله. مثل ما تشاهدون هذا كيس نايلون عندي هنا، كيس نايلون عندي هنا. بسم الله بسم الله. اوكي خش يلا. نبدي نبدي بهالشكل. أنا هاي عندي عجينة الكبة مثل ما تشاهدون. نبدي بالشكل هذا. بسم الله. هذا الشيبق او الشوبق. نبدي بهالشكل ايضا. بنين من بغداد. نعم بنين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك كيف؟ الله يحفظك. شلونك بنين بابا؟ زين الحمد لله. شو الامور؟ زين الحمد لله. الحمد لله وشكر الله. الحمد لله. شو اخبارك؟ زين. عمريني بنين. طريقة البني المجمدة. ها يعني؟ طريقة عمل البني المجمدة. ها البني المجمدة تسويها مرقة يعني؟ ايه. تمرين تمرين هسه نجاوب. صار صار. صار. نحاول نختار حجم اصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. هالطريقة ونبدي نرفع الغطاء. بسم الله. هالشكل نوضع على جانب. شيف شوفنا ايش سويت. بس بعدنا نبدا اشتغل باللغم. واحنا لازم حتى المشاهد يشوف ايش نسوي. اشتغلنا يا امي لا تشتغلي ورا. هاي شنو هاي جوا؟ احكي لي بالبدايه. سويت فرشتين. نعم. عجين تكون اول وحده قاعده. نعم. اللي راح يكون الحشوه كلها مصفطه عليها. نعم. وراح يجي العجينه الثانيه فوقها. الغطاء. غطاء. نعم. ايش حطيت هسه بالحشوه؟ حطيت شاورما لحم. نعم. وجبن وفنجر وصوص. وفنجر وصوص. حتى لا تنسى مطالب من قبل المشاهدين به ذكر مقادير الصوص. تمام. اوكي اوكي. بس خلي نشوف ايش راح ارتب هسه. من عندنا اتصال. مكرر من بغداد. مكرر
الو لعيني. الو مرحبا مكرر. مرحبا لعيني، شلونكم؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك الحمد لله. الله يحفظك، تفضلي. اريد شو اسمه الكبه. يا كبه مال موصل؟ ايه هسه عندك مقاديره، ثواني بس. ايه عيني اريد مال موصل. تدللين. اشكرك عيني. امرت امرين صار. مش مثل ما شاهدوا مشاهدين كرام، انا حطيت حشوه داخل الكبه. نحاول نوزع الحشوه بهالشكل هذا. هالطريقه ها عيني. يلا خذ الشبك. اوكي اشتغل. وابدي ارفع القاعده واضعها على جانب. وناخذ وجه ثاني. ايضا عندنا اتصال من انور من بغداد. انور. انور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. حاب استفسر على اكل اذا ما تجحتني. شنو حبيبي؟ اكل كبه مال مرق. مال مرق، هسه نسولف لك عليها. بعد سلامتك والله. امر تومر، هسه نسولف لك عليها. صار كبه الجريش. تومر تومر كبه الجريش صار. تومر امر هسه نسولف لك عليها. صار. مشاهدين الكرام مثل ما تشاهدون هاي الغطاء الثاني مال الكبه، اتمنى تنتبهون شويه عليه لانه راح نشتغل بشكل كامل. انت سولف لي شويه على الصلصه حتى نبدي بعدها نسولف على اللحم بعجين ونسولف على كبه الموصل وباقي التفاصيل. صوص البيتزا؟ نعم. نعم شيخ. اوكي؟ تمام شيخ. هسه انا هنا حطيت الغطاء. نعم. للغم. نعم. راح ابدي اكبسه. نعم. اكبسه من الاطراف. اكبسه من الاطراف ويا القاعدة. شوي اقدمه لي قدام حتى الكاميرا تاخذه. تمام. يلا. اي. بديت تكبس الاطراف؟ لا اكبس الاطراف. نعم. وراح اكون على وجه. منو عندنا اتصال؟ مرحبا. منال من بغداد. نعم منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا منال. نعم منال. ألو منال، اعتقد انقطع الاتصال. يا ريت تحاول تتصل بينا منال حتى نعرف شنو طلبها ونقدر نجاوبها. مشاهدين الكرام مثل ما تشاهدون انا بديت اجمع الاطراف بهالشكل، ايضا اطراف الكبه. طريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي العجينة مالتنا اذا تشاهدون، ممكن كاميرا هاي العجينة راح ننزلها. بدي ندفع منين؟ ممكن الكاميرا هنا تكون عندي؟ علي هاشم ممكن؟ راح نبدي شو نسوي؟ ندفع من الوسط إلى الأطراف مثل ما تشاهدون، من الوسط لمن؟ للأطراف. ليش؟ لأن إذا اكو هواء هنا بالداخل راح يساعد على تهشم الكبة أو فتح الكبة. فشو نسوي احنا؟ نسحب من الوسط إلى الأطراف. القطعة الأولى مال الكبة.
نبدي بهالشكل البسيط و شو نسوي هسه؟ راح ننزل الحرارة إلى درجتين أو أقل، وراح ننزل الكبة وين؟ بالمي. يا ريت تكون الكاميرا عندي هنا بهالشكل. أبدي أنزل الآن الكبة بالماء اللي دا يغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، وخلص. وننزل الكبة ونتركها جوا على راحتها تاخذ استواء. شو راح نضيف احنا هسه؟ راح نضيف ملح، وانا يعجبني اضيف شوية ورق غار، ورقة غار، شوية ملح من الماء حتى تبدا عندي الكبة هنا تستوي بهدوء. نرجع نسوي كبة ثانية. هذا اللغم الأول؟ اي نعم شيخ. عاشت ايدك؟ تقدر تنطيني اياها هسه؟ لين جيبه؟ لا ثواني. يلا اوكي. هذا صار جاهز عندنا. يلا اوكي. تاني ناخلي لهم. اوكي. بدينا نشوي داخل الفرن. عندي هنا هسه انت ايش راح تبدي تسوي؟ تحضر لي عجينه ثانيه اللغم الثاني. يعني هسه راح اعطيك هذا الصينيه للغم. عندي هذا شجر، مشاهدين الكرام، عندي شجر مثل ما تشاهدون، زيت الزيتون اخذته، بسم الله. هاي الصينية لك، وراح ابدي اضيف ايضا مواد السلطة الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصل، فلفل اخضر، ليمون وخيار. عندي اتصال الان من سامر من بغداد. سامر. الو، السلام عليكم شيف. وعليكم السلام حبيبي. رمضان كريم حبيبي. الله اكرم قلبي. اهلا شيف، عندي سؤال بخصوص شيف يبال. الجبن المستخدم نعم اللي استخدمه، هل ممكن نعم استخدام جبن الشيدر بالوصفات اللي يسويها الفطار؟ لو لا، لو يعني يعطي غير طعم اذا ممكن. تومر هسه وجه له السؤال شيف يفال، وان شاء الله كل خير. طيب تومر طيب، شكرا شيف. يقول لك احنا الشخص اتصل يقول ممكن نستخدم جبن الشيدر بالطبقات جوا؟ ممكن، يعني باللغم وحتى بالفطار. بالفطار ممكن، يعني احنا نقطع الشيدر اصابع ونخليه موجود، هو يكون ميكس اجبار. لا هو قصده محدد شيدر. بس الشيدر شيدر ممكن يدخل، ممكن، بس انت بالمقابل احنا ناخذ الابيض على مود اللزوج، هذا الموزرلا هي تكون هي حسب رغبه المتلقي. نعم. انا بس خليني اشوف لك غني اللي وضعناه قبل قليل. بسم الله ما شاء الله، يعني يحتاج ان وقت بسيط حتى يجهزن. وعندنا هنا اللغم موجود وجاهز. خليني ابدي اجهز واحده ثانيه، كبه ثانيه. المخرج يقول القلب الصغير لا يتحمل. ابدي هنا اخذ عجينه ثانيه، عجينه ثانيه.
هسه العجينه مثل ما تشاهدون مشاهدين الكرام، اعطيني الشبك لو سمحت شوي بس عندي هنا. اوكي نبدا نحرك بسرعه مشاهدين الكرام، خلينا نبدا بالفاصل بعد ذلك نعود نتواصل. اهلا وسهلا مشاهدين الكرام من جديد. انا بديت الف في الكوبايه الثانيه، السلطه عندنا تفاصيلها خلصانه، يعني اطباقنا قاربت على ان تكون جاهزه. شيف ايفان، انا شيف، اكو سؤال وردنا للبرنامج يتحدث عن صلصه الطماطم. اي شيف، اجاوب انا بمكانك لان شويه اسرعت راح تبقى تحسب المقادير، انا اعرف التفاصيل. تمام شيف. مشاهدين الكرام نقول 1 كيلوغرام عصير طماطم، 1 كيلوغرام عصير طماطم يحتاج لملعقه طعام واحده من معجون الطماطم. 1 كيلوغرام عصير طماطم، ملعقه واحده من معجون الطماطم، نحتاج الى ملعقه شاي قرفه، ملعقتين طعام سكر، نصف كوب عصير حامض طبيعي. نصف كوب عصير حامض طبيعي، نصف كوب عصير حامض طبيعي. ايضا عندنا رشه ملح بسيطه ورشه فلفل اسود بسيطه، هذه المواد عندنا راح تكون هي صلصه طبعا تخلط بشكل جيد وتغلى على النار، البعض يسويها بارده، مجرد ما يذوب المعجون والتفاصيل تكون بارده، انا افضل اقول تغليها، واذا بالغليان ذبيت وياها ورق تيانغار وذبيت ايضا عود قرنفل بدون ما تضيف قرنفل مطحون يكون افضل، راح تعطي نكهه وطعم اطيب. بهالشكل احنا تكلمنا عن مقادير الصلصه، راح نسولف عن مقادير لحم بعجين، لكن بعد ان ناخذ مقادير سلطتنا لهذا اليوم سلطه الشجر. سلطه الشجر امامكم على الشاشه اللي هي شجر 1 كيلوغرام، بصل 150 غرام، طماطم 150 غرام، فلفل اخضر 100 غرام او فلفل احمر الوان يعني ماكو مشكله. عصير حامض نصف كوب ودبس رمان نصف كوب، ملح رشه، فلفل اسود رشه، حطينا بصل وسماق ايضا تقريبا 150 غرام بصل ورشه سماق بسيطه. نرجع نعيدها، شجر 1 كيلوغرام، بصل 150 غرام، ايضا طماطم 150 غرام، فلفل اخضر 100 غرام، عصير حامض نصف كوب، دبس رمان نصف كوب وملح رشه، فلفل اسود رشه، وايضا بصل 150 غرام ورشه سماق. رشيت سماق. احنا بهالشكل صرنا جاهزين، هاي الكوباماتنا جاهزه، راح ابدا ارفع الاولى لانه ارتفعت عند الاعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع الكوبا الاولى. نبدي بهالشكل. انا الكوبا عندي هاي اول كوبا جهزت بشكل تام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا احتاج انه انزل الكوبه الثانيه لداخل الماء المغلي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بهالطريقه، ونترك الكوبه ايضا تغلي بهالشكل وانتظرها تنطبق بشكل تام. بسم الله. هالطريقة حتى نجاوب على باقي الاستفسارات اللي عندنا. شيف شنو اللي سويناه هسه احنا هنا؟ هذا اللغم الثاني؟ كملت اللغم الثاني. خليني اشوف اللغم الاول شلون صار. بسم الله. يحتاج هذا الاول يراد دقيقتين بعد حتى يكون جاهز. بدي اخذ تحمير كامل. خلي نكمل تفاصيل طبقنا. عندنا هاي السلطه جاهزه. هذا صار جاهز الثاني. بسم الله. عندي هنا السلطه جاهزه 100%. خلي انا اشرب هذا. بالشكل هذا
عندي الشكل البسيط، وعندنا كل شيء جاهز. خلي بس اغير الكفوف حتى نبدي بعدها نختم اطباقنا بشكل سهل وبسيط. بسم الله بسم الله. ناخذ هذا الطبق للسلطه حتى نبدي نجهز او نسكب سلطتنا بشكل كامل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة هذه عملية سكب سريعة وبسيطة جدا. بسم الله. السلطة ممكن هسه نبدي نسحب. بسم الله بسم الله. هذه خليني اسوي اليار طلع القطع هذه. بسم الله. هاي الفطار عندي جاهزة، خلوني اسحب الان الكبة. بسم الله. اخذ صحن الكبة. بسم الله. نبدي نقطع الكبة هالشكل طوليا. نقطعها ايضا الى نصفين، وبعدها راح نسويها ثلاث قطع. بسم الله. نبدي بالطريقه نوزع الكبه هالشكل. بسم الله. هذه كبه الموصل. عندي هنا مثل ما تشاهدون نسولف شوي على عجينة اللحم بعجين حتى نكون. بسم الله. عندي هنا تفضل. يلا هذا اللغم الاول جاهز. احكي لي شوي عليهم ذول شلون راح نقدمهم باطباق. راح نقدمهم. نعم راح نقدمهم بالاطباق. هاي اطباق عندك هناك فوق يمك. لازم ابدل. بسم الله. هاك هاي طبق. اخذ طبق سوي لي الفطاير هنا. هاي الفطيرة الأولى مشاهدين الكرام، فطيرة الدجاج الأولى بهالشكل. أيضا بهالشكل. بسم الله. هاي الفطاير ايضا. هاي ايضا كرات طماطم او الطماطم الكرزية وضعناها في قلب الطبق حتى نعطي جمالية لطبقنا هذا اليوم هالشكل. انطيني الطبق هذا. انطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطبق وضعنا بداخله ال يلا جيبها. وضعنا بداخل اللغم هالشكل. صار عندي جاهز. مشاهدينا الكرام هالشكل معجناتنا اصبحت جاهزه. كبتنا ارفع هذا الطبق العفو. هاي كبتنا ايضا جاهزه والسلطه جاهزه. بهالشكل اتممنا اطباقنا. برنامجنا مشاهدينا الكرام لا تنسون هو برعايه شركه دي ال سي
للأجهزة المنزلية والكهربائية. أيضا نشكر من الضيف مالتنا شيف إيفال، شكرا جزيلا، نورتنا وأبدعت في عملك، يا أهلا ومرحبا بيك. مشاهدي الكرام، بشكر أطباق أصار جاهز، اسمحوا لنا ودعكم على من لقى بكم يوم غد إن شاء الله مع أطباق أخرى جميلة ومميزة، وأقول لكم في مالها.